عندي شغل كثير. بابا عندي دروس ما يمديك تنتبه له. مره مشغول إيمان خذيه. لعبة ببجي الجديدة ببجي نيو ستايل. الجرافيكس خرافي، اللعبة واقعية مرة، ما أقدر أميز بين اللعبة والواقع. بابا بابا. ها؟ إيمان إيش بتسوي في اللعبة؟ بابا مشغول ها يا بابا. ببجي نيو ستايل أحلى لعبة عندي حاليا. اللعبة مجانية، حملوها من خلال الرابط اللي بالأسفل. فكرة اللعبة ببساطة إنك تنط من طيارة وتقع في جزيرة وتقاتل الفرق الأخرى حتى الموت. عجبني في اللعبة كثير غير الجرافيكس إن الصوت فيها عربي. خريطة جديدة وأسلحة وسيارات جديدة في ببجي نيو ستايل جديدة. هذه يوزراتنا عشان نلعب سكواد مع بعض. أحلى لعبة على الجوال، لا تفوتكم. ها؟ تفضل. جات لنا هذا الشحنة. لو سمحت اصحى. عندي رسالة خاصة لكم. لا تنظر إلى الوراء. جاءت الجمعة الصفراء. أربع خصومات على كل شيء. الحقوها قبل ما تنتهي. وهذا كان خصم جميل. فين الشكر الجزيل؟ ترى. واو صح كلام، عروض الجمعة الصفراء حاليا في نون. اعطينا دقيقة نشتري اللي نبغاه في نون. بس لازم يكون باللون الاصفر. خلص الوقت، لقيت شيء باللون الاصفر؟ لقينا اشياء. اوه احسنتوا. مو الجمعة السوداء، الجمعة الصفراء. هذا الكود يخصم 10% على المنتجات اللي عليها نون اكسبريس، لكن اذا حبيتوا خصم اعلى 15% اعملوا حساب جديد. لا تفوتكم اقوى الخصومات في الجمعة الصفراء. جاهز لحفلة الرعب؟ لا. أول شيء لازم تسوي إنك تضغط الجرس هذا. أوكي. عجبتكم الصورة؟ أيوة. جاهزين لحفلة الرعب 2021؟ أيوة. ايش تحتاجوا في حفلة رعب؟ لا اسلحة حتى تقاتلوا الزومبيز هناك. قتلهم. قتلتوهم؟ ايوه. خسرت من اول شيء. كيف؟ سويت صح. اللعبة ما تكذب ابدا. شيء غريب لما تشوف الشريره حزيره. واجي واجي. I'm pirate. Oh my god, it's pirate. They're pirate. Wow. My pirate. انا ما عنده ديناصور كمان. اسمه اوغا بوغا. ها؟ شكله مره مخيف، بدك تحرك فمه وعيونه. I'm making them. He's controlling it. عندكم فرصة انكم تجمعوا شوكولاتات. مين يبغى يحول؟ في ديكورات جديدة حول البيت تقدر تلاقوها. هذا الحارس برا حمام. هنجي برا وبابا لسه ما شال الميك اب الدم. صعب اشيله كذا بسرعة، فابغى اجري رياضي. يلا ايمان. يوسف سوى بيت لنفسه داخل هذا الباص. كل الالعاب راح احطها جوا. And this is a nice comfy sofa. ايش سوى انس؟ خليه يتكلم، خليه يتكلم. كذا سويت انس؟ جادي بيلعب بلعبة على الايباد دو. يلا نو. يلا يوسف تعال. يوسف تعال. يقول يوسف تعال. فترة بيحاول يشيلها ما يقدر. ها حاولت؟ ايوه. قرا في جوجل يمكن زيت تساعد. ها
واو شوف 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 يا ما راح انا سيوريني النتيجه الحين شلتها اخير لسه نسيت واحدة عادي عادي يوسف مرة مبسوط عشان عنده مخدة شوف الشجرة لازم نسلي الأطفال اللي يجي المطعم ذكير جبت هذا اللي يوسف وجاب مو انتي هي تبي تجرب ايش رسمتي؟ إيمان وقلبي راح أنا طفشان وزعلان عشان أمه قالت لازم يطلع من الجوال يا سلام هذا كله لي أنس ماما بتجهز لكل الأطفال فواكه اما انس بيعمل حلا مق كيك ها استخدم اوريو زعلان هو شوي لان كل شوي تنحرق الكيكه صح؟ لما تسويها؟ يو اسمعوا كيف يقول اوريو؟ يو لما استخدم طريقه ايمان؟ ايش كيف يزعل؟ عشان هو يتنافس مع ايمان من جوجل حرقته؟ يمكن شو كيف؟ ايش هذا؟ شكله حرقه اوه مسكين ماما سعدي ماما حزني ليش لابس جزمتي؟ قلت لك لازم تستخدم طريقتي كويس بس هي جابت من الانترنت طيب انت لما استخدمت نفس الطريقة بس ايوه شو ممكن تشوفها؟ سكرين انا سكرين؟ اوكي خذ هيز ايس كريم اوه زين عشان انس قال لا اذا تحزري ايش الحيوان هذا راح يقول لما افتح فمه تفوزي 50 جنيه ايش حيقول؟ يها؟ لا هاي عيوني سبايدر اوه سوري اي دينت مين سوري اوه جاف عيونك؟ ايه اوه حبيبتي احبك احبك موت يقول بكيك؟ هاي 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 مين برفعت امه؟ اي ايش بيك؟ في عنكبوت ما تبغى تدخل البيت عشان شوف العنكبوت هذا كده تعال تعال ملك يمين يقول تحرك خلصت الدرس؟ يلا البس حلاق برا يستناك مبسوط ولا زعلان؟ ما كنت ابغى حلاق من زمان ولا حجزت لك من دحين ايمن مبسوط؟ ايوه شوفوا مشروع يوسف لمدرسته الاونلاين ما شاء الله رائع انت سويت هذا كله بنفسك؟ لا ماما ساعدتك شوي ها؟ رائع يا يوسف احسنت ما شاء الله. شكرا على المشاهده ان شاء الله عجبكم الفيديو لا تفوتكم لعبه ببجي نيو ستيت الجديده حتلاقوا رابط التحميل بالاسفل وايضا لا تفوتكم اقوى الخصومات بالجمع الصفراء في نون وهذا الكود الخصم. يا عيال ايمان ايمان يلا ارقصي. يوسف اعمل كيف فيس. انس غني اوبرا.